الموضوع ده، فبيقول لها دي طريقة دي تتكلمي بيها معايا انت جرالك ايه، دي طريقة دي تتكلمي بيها معايا اتغيرتي ليه، دي طريقة دي تتكلمي بيها معايا انت جرالك ايه، دي طريقة دي تتكلمي بيها معايا اتغيرتي ليه، انا حبي ليكي مش ضعف فيا ومدام وصلنا للدرجة دي فالرأي رأيي والكلمة ليا ومفيش من بعد كلامي كلام، تعبتي قلبي في حاجات كتيرة ومشكلتنا بقت كبيرة دي فرصة تانية لكن اخيرة عشان ما يبقاش عليا ملام، دي طريقة دي تتكلمي بيها معايا انت جرالك الله الله. بس على فكرة بعد الأغنية دي الناس هتقول عليك سي هشام زي سي السيد. أيوة سي السيد. اه مش كده؟ برا البيت. برا البيت برا البيت. بس هل 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 ليها قصة عندك في حياتك؟ لا خالص، هو بصراحة هو عزيز وصاحب الأفكار الفظيعة يعني عزيز الشافعي. اه بيعمل حاجات مجرمة ومجنونة فبيقولها انا ليه بشوفك بحس ان انتي واحدة تانية وبقيتي مش انتي، انتي ليه خدتي مني حبيبتي اللي بحبها. لا عندكم مشكلة معنا انت وزيزو. هو زيزو واضح انه في خناقات في البيت عنده، مع انه زيزو عمل لي اغنية كتير حلوة اسمها تسمح لدلعك يا عسولة. ما واضح ان زيزو بيدي الصوت النسائي الحاجات اللي نفسه يسمعها ويدي الصوت الرجالي الحاجات اللي نفسه يقولها. صح. هو مديكي نسي دلعاك يا هشومة يا هشومة يا جميل يا جميل يا هشومة يا عسولة عسولة. طب في ألبومك الجديد دايما في مفاجآت من الهند، في حاجة ياباني، في حاجة أفريقي المرة دي طالعة في الألبوم؟ هو في حاجة بس أنا لسه مش يعني لسه في كذا تشويس قدامي بفكر إن أنا مش عايز أقولهم لك، بس هما يعني في من الشرق ومن الغرب يعني في حاجات كده. أول ما تظبط بس الأغنية اللي نحن بنشتغل عليها عشان نصورها برا هقول لك يا خالد الأغنية. أنهي بلد رايحين؟ كوالالمبور مثلا؟ لا احنا رحنا فار ايست خلاص يعني رحنا فار ايست. يبقى ننزل بقى في افريقيا شكلك ممكن. انت عايش في افريقيا؟ اه عشت في نيجيريا. نيجيريا تكلم نيجيري؟ في نيجيريا سنودة ايكي. ده سنودة ايكي جدا. يعني ايه بقى؟ يعني ازاي الاحوال؟ ايوه صح ايه الاحوال يا اخي. انا عارف بس بنتكلم انا وهشام كتير بالنيجيري مع بعض. ايوه. طيب انا سمعنا اغنيتين من البلبون، ممكن سمعنا حاجه كمان ولا كفايه كده؟ لا انا كده حاجه في الطريقه دي. طريقه نسمع دي طريقه. ما هي دي طريقه دي تتكلمي بيها معايا عجبتك؟ اه انا عندي حاجه شبهها بس يعني هو بيقول كده لحبيبته انا عندي ما تكلمنيش بالشكل ده تاني قدام حد. الله. انا زي ما بسكت وبخبي انا بعرف ارد طبعا. تاني مره ما تكسرش بخاطري قدام الناس. حاضر. خلي الحاجات دي يا حبيبي بيننا وبين بعض. I'm sorry. الله عندك حق. ايوه فايز لازم ترد يا فايز على كلامنا. ما عندكش حاجه تشبه. انا ماليش دعوه انا طالي. انت راضي بالاحوال؟ طيب اوكي. طب يا جماعه في اي مشاكل في الالبوم ولا كله هيطلع في ميعاده كله تمام ان شاء الله؟ كله تمام كله تمام كله تمام 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 تمام. بمناسبه الالبومات بتتاخر وبتاع حاجه كده بسبب مشاكل عادي مع شركات عادي تتاخر عادي برده مفيش مشاكل كله تمام عندك يعني مش لازم يعني نقعد نغلس وبتاع. انا ما بقولش حاجه. هو مش عادي انه ما تتاخرش هو ده اللي مش عادي. انا ما بقولش حاجه يعني عادي انه يتاخر وبرده حلو قوي انه ينزل في ميعاده يعني صح وعادي برده ينزل في ميعاده عادي هينزل في ميعاده ولا هيتاخر يعني حلو ينزل. انا ما قلتش حاجه انا بسمع كده. هو طبعا هايل انه ينزل في وقته بس عادي انه يتاخر يعني. فايز ايه اخبار المشاكل؟ اه سمعت انا حاجه قريب في الصحف عن 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 سرقه اغنيه بتاعت انا هيفا انا عن اللي حد قال انه اللحن ده مسروق. يعني احنا ما بنسرق وتوت يعني. لا هي سرقت من هيفا. سرقت من هيفا ما انا بقول سرقوا لي غنيتي. طب نسمع حته منها عشان انا عارف الجمهور بيحب جدا اغنيه انا هيفا انا من غيري انا رقصني انا دلعني انا حب
عيلتك انا بس هي مين ما تلعب جلا روح الا الا من بيبي انا والناس عارفين يا بقلا انا انا ليلي هنا حبيبي معقول يكون هذا لحن وطني ومسروق؟ أكيد لا، يعني مع احترامنا للأخبار اللي طلعت والأمور اللي انطرحت، على كل حال هذا لحن ينسب لملحن ولا شركة مش للفنان نفسه عادة. ومش معقول أنا يعني أخذ اقتبس لحن وطني مهم وانسبه لإلي واتمتع بجماله وبنجاحه بأغنية شبابية. هو صراحة مش جايب معايا وطني خالص exactly. يعني جايب معاكم وطني خالص اللحن ده؟ مش جايب معايا وطني الحقيقة. مرسي. طب فايز، هل عمرك اتقال انه سرق لحن او ان انت اتهمت بالاقتباس او ان سرق لحن ليك؟ اكيد تسمعوا كده يعني تتجيب. اكيد بسرق من نفسي يعني يعني اذا لحنت اول مره اسمعها هذه يعني اكيد لي 500 لحن او 600 لحن لازم في لحن يشبه الثاني، بس انه اسرق من حدا صعب. انا هسيب السرقه ونكلم على حاجات احسن بس بعد البريك، خليكم معنا.